نتشرف بدعوة أهل الدار أخواني أصحاب المعالي المعنيين بالإسكان في الوطن العربي الكبير لهذا المنتدى الذي يمثل المرحلة الثالثة أو الجزء الثالث من منتديات الإسكان الذي تنظمه جامعة الدول العربية. هذا المنتدى بلا شك أنه بالنسبة لنا نحن مهرجانا مهما يرعاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. هذا المنتدى سوف يركز على ثلاثة محاور أساسية، وهي تلك المحاور التي يناقشها كل المؤتمرات في العالم. نتكلم عن السعادة، كيف نستطيع أن نخرج هذه المساكن أو المجتمعات السكنية في الوطن العربي إخراجا قادرا على أسعاد الناس. ديمومة هذه المساكن كذلك والمنشآت سوف يناقشها هذا الملتقى، والحداثة والتطور واستخدام الذكاء الاصطناعي في هذه المنتجات الإسكانية. أنا على يقين أن تواجد الخبراء والمعنيين بالإسكان ليس في الوطن العربي الكبير فقط، ولكن المدعوون تقريبا من كل العالم، خبراء معنيين بهذه المحاور الثلاثة. نتشرف بوجود أهل الدار، فالإمارات هي هذا الحضن العربي الكبير الذي يرحب بكل من أراد أن يساهم في إسعاد شعبه وإسعاد ناسه وإسعاد وتطوير المجتمعات السكنية والبنية التحتية في بلده. أنا على يقين أن بعض المحاور سوف يناقشها وزراء من هذا الوطن العربي الكبير، وهؤلاء الوزراء سوف ينقلون هذه التجارب المهمة إلى زملائهم الحضور. الدعوة بلا شك أنها محدودة للوزراء والمعنيين بالإسكان، ولكن نتمنى أن نرى مخرجا يليق باسم دولة الإمارات ويليق بهذا الدعم الذي يراه إسكان دولة الإمارات من هذه الحكومة الرشيدة.